مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا للنهار اليوم حيكون على ظاهرة سيلفي، هذه الظاهرة اللي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة، وبهذا اليوم نزلنا الشارع باش نسأل المواطنين واش رايهم في هذه الظاهرة، ونزيدو نشوفوا واش هي الشخصية المفضلة عندهم اللي يحبوا يديروا معها سيلفي. تابعوا معنا. هنا كما نشوفوا ظاهرة سيلفي، ولا الظاهرة تعود عليها بزاف الشباب الجزائري، واش رايك أنت في هذه الظاهرة؟ يا خويا ظاهرة عادية، أي باردو في لوموند كاينة تما، ناس الكل يديروها هادي. دات عندي لي زوروبيان وتما تاعنا كضار في يحبوا يميتاو اي حاجه يميتاو، فهمتيني، يقلدوا بركه. وهادي تما انا امون افي هذيك شغل انسان عنده مونك ديسيام اون سوا، فهمتيني. والناس لقاو داروا ديروا شرس لي زاميريكان، لقاو بلي هادي قدرت تولي حتى مرضي بسيكولوجي. بما انايا نحب نتصور ندير التصويره هذيك سواء في البالكون سواء برا، ولا نشوف كاش واحد جاي اكتور يكون جايز ندير نحل نتصور معاه نورمال، ونشوفوا بلي سيلفي بزاف شباب يديروا دي كريماس كيتصوروا هكذا، ما يصوروش نورمال. ايه كاين كل واحد والاخر تاعو، كاين اللي يتعوج، كاين كل واحد كيفاش. كيف السيلفي ديالك؟ انا ميم هكذا ابي كان سوغيغ، لازم السوغيغ هكذايا هذا كوم سا. ظاهرة السيلفي ظاهرة جديدة انتشرت عند لي زوروبيان، ودركا عند العرب منتشرة بدرجة كبيرة. ظاهرة هذه ظاهرة مليحة، ثم انسان اوليو يعول على الناس يصوروه ينجم يصور روحه، عندها دي بيان في ودي مين في. باغ اكزومبل يقدر العبد يبقى كشغل انتيريسي بها ياسر، تولي كشغل سيت حاجة مش مليحة، كشغل العبد يبقى غير بالسيلفي سيلفي سيلفي. ظاهرة جديدة يعني بينت انه الشباب تاع بدا يتغير الفكر تاع الشباب، بدا تغير شيء يعني من، لانه ظاهرة هادية بعض الاحصاءات وبعض الدراسات قالت بانه ظاهرة مرضية، لانه كاين شباب ياسر بداوا اصبحوا مرض بها، وهي يعني عبارة عن يعني تقليد للمشاهير، لأنه شفنا بعض المشاهير ياسر من المشاهير أصبحوا مشهورين بالظاهرة دي تاع السيلفي، يعني أصبحت عادة من أصبح يعني إنسان ما نش محتاجين واحد يعني واحد يصورك ولا واحد مع أصحابنا، ويعني فحاجة ملاحة. الظاهرة مليحة وما دومونديش الغاشي الآخرين يصورونا، نصور وحدنا. ما عرفت تصور سيلفي؟ أه سيلفي ما عرفت تصور. باكي نروح فواياج ولا عفسة ما ندي تصور سيفينير كاش بلايص شابين. هي ظاهرة مليحة، عندها واحد 3 سنين 4 سنين من خرجت، لحقت لنا شوية روطار بارابول ليهم، واحد عامين ديفيرونس. هي على فكرة بريمي اللي دار سيلفي هو ميستر بين، وما فقنالوش برك، كان يدير سيلفي بهذيك اللي تخرج لي فوطو، وزاد خرجت مع روتريكا تسمى تبين انسان شباب شويه هكذا، هاي لا ديفيرونس. تسمى ما عرف ديرها انت؟ ما عرف ديرها مين ذاك في البحر ولا ما كان روتريكا؟ روتريكا ولا كاندي ولا مين ذاك نصور هكذاك؟ تبينك شباب شويه، ماشي تبين لي كولور، تقصح لي كولور. هي السيلفي احنا الشباب الجزائري كما يقولوا يزمي يكون اجول مع لو موند اونتي كما يقولوا، والسيلفي حاجه مليحه، عجب لي ربي كيما يقولوا. في عود حبس واحد تقولوا هاك صورني ولا تشي بلونت لا فوتو تاعك وحدك هكذايا بلا ما تقول حتى واحد، بلا ما ديرونجي الغاشي. دار ميم خرجوا دي الاخرين كيفاش يقولوا لهم لي باطوني هكذايا باش ما تستعمل ما تصور انت سيلفي. درت سيلفي وين تصور وين ما عرف ديرهم؟ في الجزائر كيما في ليترونجي. في الجزائر السيلفي فيه دي كريماس. ها كاين بزاف يصوروا يديروا دي كريماس لي سيلفي. ايه هذيك على بالك الناس تحب تبين روحها توجور كيما يقولوا باش تصور روحك، لازم تكون توجور فرحان باش تصور روحك. والناس تما هي تلعب مادام كلش باطل تصور، هذوما ماشي كيما بكري اباري فوتو قال تحكم على باليش انايا كيفاش يقولوا لها هذيك بيليكيل وفسدت وراحت. دوك هذا سيلفي ما خرجت شابه عاودها لابد يحطها في بلايص ملاح هكا، باغ اكزومبل بروندر اون فوتو قدام مونيمون ملاح هكا، ما باليش انا بلايص توريستيك هكا تصور بها ملاحه، بس راح تتكثر منها ياسر. ما انت ما عرفت تاخذ صور سيلفي؟
ما عرفت تصور سيلفي دو طون زون طون صح نصور ساعات ساعات نصور باغ اكزومبل مقام شاهد جاردان ديسي هكا بلايص ملاح ونشوفوا بلي كاين دي كريماس هكذا يديروها في لي سيلفي سي فري صح دير لي كريماس ما نديرش انا خاطيني لي كريماس لو كان نقول لك شخصية راك حاب دير معاها سيلفي شكون تكون؟ عادل إمام نار سانسيرمون سيلفي حاجة نورمال شغل سيلفي واحد حب بانتلو يتصور قدام شجرة الآخر بانتلو يتصور قدام حجرة سي تو طافي نورمال دونك سيفيك ما يكونوش موسوسين العباد برك بيسك لقيت أنا بمشاكل في لابلاش بارك راح تروا ولا كات فوا بجاية بارتو تلاقاو بعباد يتوسوس بيسك صور وجاز نورمال ما فيهاش كاين غاشي يبخون دي ريسك باش يتصورو بو افوغ دي بيل فوتو وكاين كيما حنا نصورو بوغ دي ديليغ ما بيناتنا و فوالا فيسبوك فوالا بارتاجيو فيسبوك انستغرام سناب شات تويتر بارتو واش لي كريماس لي ديرهم في السيلفي ديالك؟ ونديرو كيف كيف يعني كاع دي سوغيغ يعني على حسب ليمور اللي راك فيه صح لا حنا ما فين نشوفو تصاور في الفيسبوك ولا نشوفو دي كريماس الاولاني اللي يحكم تصويره تاع السيلفي هو اللي يدير كريماس باسكو باش يوري لاتونسيون تاعو باش يوري لك شراهو المورال تاعو شراهو لو فرحان ولا فوالا لو سونتيمون تاعو فير لي زامي تاعو معاهم ولا راهم اون بلان ديليغ ولا راهم زعفانين راهم يلعبوا واش شخصيه لك حاب دير مع سيلفي فلورينا فيريس كيف كيف ليش حنا شعب جزائري غير ما يشوف اكتر قدامه غير ما يشوف واحد مثلا ما يشوف واحد في التلفزيون يلقاه برا قدام اروح نصور معك اصبر طاب طك طك ما يخسر دراهم صح المشاهير كما قلتي باه تصور مع واحد مشهور تخسر دراهم حرام فهمتي كيما تخلص هاك تعرف انت واش هي شخصيه اللي تحب تصور معها دير معها تصويره اكثر سينما هكا اكثر سينما جوار واش حب انت اللي تحب تاخد معها صوره انا حاب نتلاقى زيدان انا في الجزائر ندير معاه فوطو هذا واش حب لاكتور لاكتور بريفيري ديالك ولا انا يا شو انا نحب نتصور مع الاخر مع ميسي مع ميسي مع ميسي باسكو نقولو جواف نحبو بزاف ميسي حاب دير معاه سيلفي هو انا حاب ندير معاه سيلفي طبيعي لازم نطلع لبرشلونه اذا كان عطاو لي فيزا ولا غنطلع على جال سيلفي مع ميسي على جال مع ميسي ونطلع لا والله انت بصح دير سيلفي ندير بصح ما دو طون زون طون راك تعرف طون زون طون وين دير صور سيلفي كل خطره كيفاه كل خطره بليزير مع لي زامي هكذا نشوفو سيلفي فيه يديروا فيه بزاف لي كريماس امي يحبوا وقت تعرف الفيسبوك كيف انت الطريقه ديالك تاع سيلفي كيفاش دايره بلي كريماس صديبون لي مار صديبون لي مار دو بون نيمار ولا موفيز نيمار كل واحد وكيفاش كل واحد شي يتصور كل واحد عنده لي كريماس تاعو انت كيف تصور انا كل بوزا كيفاش انا كل صوره كيفاش على حسب الاحوال ايوا على حسب الطقس والاحوال الحاجه اللي تكون اللي تكون بزاف ديرها نضحك سورير 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 تاع من قلبك واش هي شخصيه اللي حاب تصور معها فلورينا فيراز شانتاز قريت عليها يعني قبل انه يعني نسماتو ماتو على جلسات نسماتو شفت يعني كاين في ابراج عاليه ياسر وكاين احداث ياسر يعني مشهوره شباب ماتوا شباب ضاعوا يعني اجل اصبحت منافسه يعني ف ما عرفت تاخذ صور هادو تسلفي ما عرفت ناخذ صور كي جيت للجزائر هنا كي جيت بارتو يعني مكان مليح لازم فيها سيلفي لازم وين تمشي يعني سيلفي وين نمشي سيلفي لازم ونشوفوا بلي كاين دي كريماس هكذا تاع لي سيلفي صح كاين دي كريماس ياسر لانه تشوف قليل وين تشوف يعني انسان دار سيلفي وقعد طبيعي لازم حاجه هكا سبيسيال لازم دير لي كريماس مو مش ساعات يمكن لانه اصبحت حاجه لا اراديه لا اراديه باريكزوم كيف تصور لا طبيعي عندي يعني ماذا بيا نضحك ضحكه بسيطه وتكون مهم تكون ملاحة هو واش هي الشخصية ولا الفنان ولا اكتر ولا اللي جوار ولا راك حاب تلتقط معاه صورة سيلفي شخصية باراك اوباما اوباما ندير معاه ماذا بيا سيلفي حاجة ملاحة كاتب مازيغ مازيغ كاتب بنادم اللي مقادر وانا تصور معاه ماشي نتصور معاه نورمال ماشي نتصور معاه ما دابيا سي اون اوكازيون باش لحق له مون سالو
السلام عليكم كاتبه مازال انا ما كان بيسك فان تاع قناه ديفوزيون كاين طلعوا برج العرب كاين يطلعوا لي تور هذوك في الاوروب باش يولي يديفيرون على الاخرين. وشنو هي الشخصيه اللي حاب دير معها سيلفي؟ زلاطان ابراهيموفيتش دمك طلع عليه الباري ان شاء الله والله السياد والله السياد ان شاء الله نتلاقاو به صحاب تويتر وكذا هما اللي يديروا بوكو بلوس سيلفي. انا كي نكون فاكونس ولا ندير سيلفي داكور. وشنو هي الشخصيه اللي حاب دير معها سيلفي؟ شخصيه تحبها تحب دير معها جوزي مورينيو. مورينيو صافي لازم تطلع ل لانجليز لندن ولا البرتغال باش ندير مع جوزي مورينيو ان سيلفي ولا انشيلوتي طليان ولا